ومن منفذ شميسي يلتحق بنا مراسل الإخبارية فهد السمحان. أهلا بك فهد من جديد في هذه النشرة، ولعلك تحدثنا أيضا عن أبرز الخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام من خلال هذا المنفذ. مساء الخير عليك أحمد وعلى مشاهدين قناة الإخبارية. نتواجد منذ وقت مبكر في منفذ الشميسي نتابع دخول حجاج بيت الله الحرام إلى العاصمة المقدسة. طبعا الآن يشهد منفذ الشميسي كثافة دخول عالية وسط إجراءات مسهلة ميسرة على الحجاج النظاميين. طبعا هناك تم يعني ضبط حالات تزوير لحجاج يحملون أوراق غير صحيحة وتم التعامل معها، إضافة إلى ناقلين لحجاج. هنا ننبه على يعني المواطنين المقيمين الذين يرغبون الدخول إلى مكة المكرمة التأكد من حمل التصاريح. أيضا هناك نظام من خلال مواقع إلكترونية مجهزة بأرقام وبركود لمتابعة الأرقام الصحيحة. أيضا هناك داخل نقاط التفتيش يعني جميع رجال الأمن يحملون أجهزة لوحية بباركود متابعة وطابقة جميع الأرقام، لا حجة بلا تصريح. أحمد يعني نعم. لفت انتباهي منذ تواجدنا من وقت مبكر في يعني المنفذ وجود شباب صخر أوقاتهم، والبعض منهم قادم من الرياض ومن الشرقية، يوزعون وجبات من خلال جمعية العمل التطوعي. يعني شيء جميل لفت انتباهي في نقطة التفتيش، قلنا خلينا نلتقي فيهم، معهم أيضا أصغر متطوع. شعور جميل أنه نجد شبابنا متواجدين في المنافذ يقدمون الخدمات الإنسانية، أيضا رجال أمن يقدمون الخدمات الإنسانية. خلينا نشوف نتعرف عليهم في هذه الثواني المعدودة عبر شاشة قناة الإخبارية. نحرص دائما أن نبرز هذه الجهود التي تقدم لضيوف الرحمن. معنا أخونا راشد تميم، نرحبك عبر قناة الإخبارية. الله يحييك. يعني جمعية العمل التطوعي نشوف ما شاء الله الآن الشباب يوزعون وجبات وقت مبكر. لفت انتباهي أنه من الصباح أنتم ما شاء الله يعني وجبات كثيرة توزعونها، حدثني عن هذا الشعور الجميل توزعون الوجبات لضيوف الرحمن. حياك الله أخوي فهد، وإحنا مو من الصباح، إحنا من تاريخ 28 ذي القعدة وإحنا في الميدان. عدة شراكات وعدة تحالفات إن صح التعبير للعمل التطوعي لأعمال الخير تحت مظلة مشروع سعد الدين الخيري، شراكة جمعية العمل التطوعي، وقف العمل. الجمعية تتبع إلى وزارة العمل، ويمكن أخوي سطامي يوسف في الحديث عنها. شراكات وقف العم سمير النجار، وقف اهتمام ورعاية، شباب متطوعين. هذه السنة الرابعة احنا الآن موجودين في نقطة شميسي، نقطة من عدة نقاط كنا متواجدين فيها على مدار الساعة، نقدم الوجبات الساخنة والوجبات الجافة، ومن بكرة بإذن الله راح ننتقل للمشاعر. طيب. المقدسة. خلينا نشوف أصغر متطوع معنا. تعال وقف هنا. الله يحييك. عرفنا عليك. اسمي عبد الله راشد التميمي. من وين جاي؟ من الرياض. طيب هذه الوجبة؟ إيه. نفكها نشوفها؟ يتفهم. ما شاء الله. طبعا كيك وعصير ما شاء الله. هذه تعتبر الوجبة الجافة تحتوي على المفن، مصنع خصيصا لموسم الحج ومع المويه. طيب العصير. عبد الله بسالك، شعورك انت تقدم يعني خدمات لضيوف الرحمن في وجبات؟ والله شعور لا يوصف. اول مره تشارك الحج؟ اي نعم، بس في اعمال ثانيه قبل. من وين جاي؟ الحج من الرياض. كفو والله حبيبي. نعم والله. يعني في البدايه نتحدث عن الجمعيه هذه وزاره العمل. اي نعم. الخدمات تقدمون على رجاله؟ نعم، احنا نقدم جميع الخدمات اللوجستيه وتوفير الكوادر البشريه المتطوعين للجهات الخيريه والجهات الحكوميه. كبير. العدد اللي تبغاه باذن الله نقدر نوفره. ما شاء الله. طيب كم وقتكم توزعون الوجبات؟ احنا لنا من تاريخ 28 الين ان شاء الله نهايه ايام التشريق باذن الله. ما تتعبون؟ لا باذن الله، لا ان شاء الله ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. طبعا ما شاء الله معنا يعني هنا عدد من الشباب، الله يقويكم، ودنا ناخذكم ولكن الصوره بتاخذكم. وما شاء الله يعني عبد الله تكلم وايضا راشد. اخوي فهد يعني انا سعيد كل السعاده بوجود مثل هالشباب، اللي اقل واحد فيهم شهاده هندسه، يحمل مهندس بين المهندس وبين الطبيب وبين طبيب الطوارئ، انهم سخروا انفسهم في الميدان لخدمه ضيوف الرحمن. ممتاز. ورسم الصوره للحديد ودعم لكل القطاعات. ممتاز. مبسوط تقدم وجبات الحجاج؟ ايوه. مبسوط؟ إيه؟ طبعا كما تشاهد احمد يعني ما شاء الله صغار في السن موجودين في الميدان رغم الجو حار، الا يعني ما شاء الله متواجدين في جميع المنافذ والمسارات يوزعون وجبات مبتسمين مبسوطين، اضافه ايضا رجال الامن يقفون بكل حزم على هذه المنافذ. هذا منظر جميل اختم فيه هذا يعني من هنا من منفذ الشميسي.